طيب ايضا امبارح الحقيقه كان في زي ما قلت لحضراتكم من يومين ان المهندس احمد مرجان عم العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه كان توفى الحقيقه اول امبارح، وكان العزاء زي ما حضراتكم شايفين العميد مرجان استقبل العزاء في مسجد الشرطه بالتجمع الخامس، وكان متواجد طبعا المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات، الاستاذ خالد مرتجي الحقيقه مجلس عضو امين الصندوق في النادي الاهلي، كابتن جوهر نبيل ايضا عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان متواجد. الحقيقه كان هناك تواجد كبير من محبي العميد مرجان ومحبي المهندس احمد مرجان، والكابتن حسام غريب الحقيقه هو كان متواجد، وايضا كابتن خالد العوضي، مجموعه كبيره جدا، الاستاذ محمد العدل رئيس قناه النادي الاهلي السابق، ومجموعه كبيره جدا الحقيقه كانت متواجده في العزاء. وطبعا المهندس هشام سعيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق كان متواجد، والكل الحقيقه كان حريص على ان هو يكون متواجد بجانب العميد محمد مرجان. وزي ما حضراتكم شايفين دائما الحاجات الحلوة بتفضل موجودة، الكل كان واقف، كابتن جوهر نبيل هو كان موجود أيضا في العزاء، والحقيقة كانت كنا متأثرين جدا جدا الحقيقة، لأن المهندس أحمد مرجان كان من الناس القلائل جدا، وهو على فكرة من أكبر مشجعي النادي الأهلي، ويعني أنا فرجت معاه على مباراة لنادي الأهلي قد إيه كان بيتأثر وقد إيه كانت الأمور يعني بالنسبة له صعبة جدا، ولكن في النهاية اللي هو سعد مرجان طبعا أخو المهندس أحمد مرجان ووالد العميد محمد مرجان كابتن محمد يوسف، مجموعة كبيرة جدا، وصلاة الجنازة على روح المهندس أحمد مرجان، وده كان في الدفن الحقيقة في طريق الفيوم. الكابتن أسامة حسني الحقيقة أصر على الحضور، وأيضا الأستاذ إيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي كان أصر على الحضور وكان متواجد بجانب العميد محمد مرجان. الكابتن أسامة حسني أيضا الحقيقة وكان متواجد ووقف مع العميد محمد مرجان زي ما حضراتكم شايفين، يعني حاولنا أن احنا طبعا نواسي العميد محمد مرجان في فقدان عمه المهندس أحمد مرجان.